وانت جاي من عند النهضة صح؟ يا باشا الحوار دي ربنا انت جاي من عند النهضة؟ كنت تبعنا يا عم. لا يا باشا احنا مش تبعكم يا طياب ايه؟ مش تبعكم يا طياب ايه؟ تعالى كده نشوف الناحية التانية. تعالى نشوف الناحية التانية. لو ما كانش مات ان نتكلم بعصبيه. هو مانعنا ندخل سوا.